السلام عليكم. اليوم نروح لولاية وهران ونروح نشوف مستوى تقدم الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر بكابلون غرب مدينة وهران، حوالي 10-15 كيلومتر على مدينة وهران، واللي الآن أصبحت الحاجة ملحة جدا لمثل هذه المشاريع نتاع تحلية المياه البحر في كل المدن الساحلية، وخاصة أنه هذا نسبة كبيرة من السكان نتاع الجزائر نتاع 45 مليون متواجدة على الساحل الجزائري، إذا فيه كثافة سكانية معتبرة على الساحل، ولابد من إيجاد حلول لتوفير مياه الشرب لكل هذه يعني الشريط الساحلي بتكثيف المشاريع هذه، المشاريع عن تحت تحلية مياه البحر، وكذلك الإسراع في إتمام المشاريع التي هي راهي حاليا قيد الأشغال. إذن فيه حاجة ملحة لإتمام هذه المشاريع نظرا للظروف الطبيعية التي تعرفها المنطقة شمال إفريقيا وقلة سقوط الأمطار خاصة في يعني في الأونة هذه. إذن إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وفي زيارته إلى وهران شهر جوان 2022 وضع حجر الأساس لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بكاب بلون الرأس الأبيض بإقليم دائرة بوتليليس. البحر ما ينتهيش، يعني احنا كنا نفوتوا نهائيا في سياسة تحلية مياه البحر، فيها أكثر ضمان بالنسبة لتزويد المواطن بالمياه العذبة بمياه صالحة للشرب بالأخص في المدن الكبرى. أعتقد بانتهاء مشروع هذا الخمس مشاريع نتاع 300 ألف متر مكعب لكل مشروع شرق غرب وسط، نصل إن شاء الله إلى إنتاج ما يفوق 3,300,000 متر مكعب سنويا في الجزائر، وما أعتقدش أن فيه يعني دولة اللي فيها هذا الإنتاج تاع مياه صالحة للشرب من خلال تحلية مياه البحر. اليوم الأشغال بالمشروع تسير بوتيرة متسارعة، ورشات تعمل ليل نهار بيد عاملة جزائرية هدفها إتمام الأشغال في الآجال المحددة. الحل الوحيد بالنسبة لنا فهو يعني الإسراع في الانتهاء من محطة تحلية المياه على مستوى الرأس الأبيض. المحطة هذه اليوم بطاقة نتاع إنتاج تقدر ب 300,000 متر مكعب يوميا، يعني الأشغال تجري على قدم وساق، ونظن باللي باش نسبة الأشغال كنتم معنا مؤخرا كانت فاقت يعني 30%، وانتم تعرفوا باللي باش يعني باقي الأشغال المقدرة بحوالي 70%، لما نقولوا 70% فتقريبا يعني أكثر من 50% ما هو إلى تجهيزات. فلهذا نقول باللي باش يعني المرحلة الصعبة والمرحلة المعقدة هي حوالي 40-45%، وهي البنية التحتية والخرسانة وإلى غير ذلك من الأشغال الثقيلة، أما الباقي فما هو إلا تجهيزات. كانت وهران في عصور مضت تعتمد على الينابيع والوديان في تزويد الساكنة والبساتين بالمياه وبكميات كافية، لم تعد كذلك اليوم في ظل الارتفاع المسجل في عدد قاطنها. المياه الجوفية والينابيع التاريخية منذ القدم، منذ تأسيس مدينة وهران، هي مبنية على عدد كبير من الأودية كما وادي رأس العين ولا وادي الرحي، كما وادي رافان بلون، كما أودية أخرين، وادي الروينة، كي خمس وديان معروفين في مدينة وهران. وكذلك منذ القدم، منذ تواجد الإنسان في مدينة وهران، إلا وأنه تواجد مع عدة أعين تاريخية، من بين هذه الأعين التاريخية اللي كانت يعني شدة التدفق تاعها جد عالية، لو ديبي تاع الماء كان شد عالي، من بينها كاين لا سوخ تاع رأس العين ولا عين رأس العين، كما نقول هي مجموعة من العيون تكب في مكان واحد اللي هو رأس العين. الله ما يخفاش عليكم أنه شدة التدفق تاع هذه العين هذه اللي هي رأس العين كانت تكفي
لكل قاطنة ولكل سكان مدينة وهران، وأيضا لسقي كل الحقول اللي كانت معروفة بهم منطقة رأس العين. كانت مياه رأس العين تكب في البحر، ولكن مباشرة بعد خروج الإسبان مدينة وهران ودخول العثمانيين كان هناك مشكل المياه، لأن نسبة السكانية كانت ضعفت. تلميذ سيد الهواري إبراهيم تازي قام بإدخال المياه إلى غاية قصبة وهران، بحيث أن منذ القدم القصبة والحي العتيق ولا الحي القديم مدينة وهران كان يملك نافورات وكان يملك أماكن لينابيع المياه داخل المدينة. بدخول الفرنسيين مدينة وهران في 1830 عرف يعني توافد عدد كبير من المدمرين والمعمرين، اضطر إلى أن يقوم يعني بإتيان بالمياه من منطقة بريديا. ما يخفاش عليكم أن هذه المنطقة كانت عبارة عن مجموعة من المستنقعات، كل الرحالة اللي يفوتوا على مدينة وهران إلا أنهم يتذكروا أن بريديا هي مجموعة من المستنقعات. المستثمر الفرنسي قام بجلب المياه إلى غاية مدينة وهران، ولكن كثرة ما يعني قاموا بجلب المياه، المياه ما خلاولهاش الوقت انه النافور ياتيك انها يعني تريح، بحيث انه لمده زمنيه مدينه وهران عرفت بالمياه المالحه. وحاليا انه مدينه وهران الحمد لله يعني عرفت تطور كبير في هذا المجال هذا، قلت لكم فيما يخص مشاريع تحليه المياه البحر الموجوده في المقطع، موجوده في كابلون. تتزود ولاية وهران في الوقت الراهن بالمياه الصالحة للشرب ابتداء من مصادر المياه غير التقليدية. كان اللجوء إلى تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي لمواجهة هذا النقص، إذ تمثل نسبة المياه المحلات على مستوى ولاية وهران حاليا 75% من إجمالي الإنتاج. الجزائر وبعد الانتهاء من إنجاز مشروع تحلية المياه كابلون مع باقي المحطات الأربع الأخرى، ستضع نفسها في المرتبة الأولى إفريقيا في مجال قدرات إنتاج مياه البحر المحلات بطاقة إنتاجية تقدر ب 3.7 مليون متر مكعب يوميا أواخر سنة 2024. إشادة واسعة لمواطن وهران بإنجازات الجزائر الجديدة، موجهين شكرهم لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على هكذا مشاريع عملاقة. الانستالاسيون ديزين دو ديسالمون او نيفو دو لا ريجون تاع كابلون مليحة، غادي ترفع عليهم الغبن، عيون ترك بوسفر كاع المنطقة اللي من تما كابلون دوك جوي كلشي صافا تيتر ان بلوس. رانا نسمعوا في محطات تاع تحلية المياه تاع كابلون، الله يبارك ما شاء الله، ان شاء الله ينحينا المشكل هذا تاع الغبن تاع الماء، ونتمنوا الخير للبلاد.